عندي قالوا لي كده مفاجأة ان حضرتك يعني حاجة اكسكلوسيف لصباح البلد. ايوه افيشات ده حقيقي، ما حضرتك لسه ما عرضتهاش، ده حقيقي. ممكن نعرضها ونتكلم واو. عليها؟ اكيد طبعا اكيد. اه ده فيلم ايه؟ بصمات فوق الماء. فوق انا الماء. تخيل ما اعرفش الفيلم ده. بصمات فوق الماء ده بطولة مين؟ ميرفت امين وفاروق الفيشاوي، دلال عبد العزيز، هشام سليم، مريم فخر الدين. انا ما اعرفش الفيلم ده خالص ولا انا تخيل. وسميرة محسن. وسميرة محسن طبعا. طيب المخدوع. والمخدوع مصطفى فهمي وليلى حماده ومحمد خيري. اخراج احمد النحاس. معمول فيه شغل متعوب عليه. ده مرسوم برضه. بصي يعني لو تلاقيه هارمونيكا ده اكيد من الافلام اللي ما نقولش قديمه قوي، لكن الافيش بتاعه برضه مرسوم رسمه حلوه. يعني هم امتى بطلوا يرسموا ويصوروا بقى؟ اعتقد من التسعينات. ده فيلم ايه؟ ده صيد الحيتان. صيد الحيتان ده انتاج تيسير فهمي. ايوه فاروق الفيشاوي والهام شاهين. يعني حتى لو تشوفي بصي الاسماء اللي مكتوبه، فاروق وتيسير حجمهم اكبر من الهام. لكن الهام فوق شويه. فدي بتفرق برضه. فكنا بنتكلم على اللايكات والكلام ده، فمثلا نحن لا نزرع الشوك طبعا ده بيجيب يعني كان بيجيب لايكات وكومنتات كتيره جدا. السمان والخريف، محمود مرسي وناديه لطفي. ده فيلم ده تحفه. عبد الله غيث. ده فيلم بديع. فيلم بديع حلوه. وبعدين كل هل الممثل ولا الكاتب ولا المخرج هما اللي بيشدوا على الافيش؟ المخرج. مخرج. طبعا. يعني تاني يوسف شاهين مثلا لو اتحط اسمه على افيش الناس لان يوسف شاهين طبعا. يوسف شاهين حاجه تانية. يعني مثلا جبتيها انت، اديلك مثلا فيلم هذا احبه وهذا اريده. قصه احسان عبد القدوس. ايوه زي ما حسن الامام في الغرب بيعملوا كده. استوي يعني باي ما جابش النتيجه. ده بتاع هاني شاكر وحمدي حافظ ونورة. طب احنا لازم نختم لان وقتنا للاسف، بس اوعدنا ان حضرتك نتقابل مره ثانيه ان شاء الله. بشكركم جدا. ونشكر المؤرخ السينمائي احمد سالم، مؤسس صفحه غرام الافيشات، وبنشكركم لان حلقتنا خلاص خلصت دلوقتي. صباح الفل يا عبيده. صباح الفل. الى اللقاء بكره ان شاء الله.